السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم طبيب على الهوى، وحلقة جديدة على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال. معنا النهاردة الدكتور محمد نعمان، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. طبعا عارفين مجال الأنف والأذن مجال كبير جدا، في مجال الأنف ومجال السمع ومجال الحنجرة، بس النهاردة هنتكلم عن مشكلة الأنف وحساسية الأنف ومشكلة الجيوب الأنفية. أنا إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بارك الله، أهلا أهلا بك، نورنا، ربنا يخليك. بداية هنا الكلام مع موضوع الحساسية، بس عايزين نفرق بين الحساسية وحساسية الأنف وحساسية الجيوب الأنفية. إيه موضوع الحساسية الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحساسية عموما، سواء كان حساسية عامة في الجسم أو ما يندرج تحتها من حساسية زي الأنف أو أنواع أخرى من الحساسيات، دي من المواضيع المتكررة والشائعة جدا في بلادنا، ونشوفها كتير جدا في عيادتنا. وتخصصات كتير، مش بس الانف والاذن، وانما تخصصات زي الصدر وامراض العيون. لما نيجي نتكلم عن الحساسيه بوجه عام، يعني ايه حساسيه؟ الحساسيه ببساطه الحساسيه بس ببساطه عباره عن تفاعل مفرط او مبالغ فيه من الجسم نتيجه عوامل خارجيه معينه. العوامل دي في حد ذاتها بالنسبه للانسان السليم اللي ما عندوش حساسيه ما بيأثرش بالسلب عليه، يعني ممكن ما يتفاعلش معاها خالص، او ممكن التفاعل يكون على شكل حاجه بسيطه او صوره بسيطه من اعراض الحساسيه. بينما مريض الحساسيه لما بيتعرض للعوامل دي بيبقى فيه تفاعل مفرط مبالغ زائد عن الحد الطبيعي بيظهر على المريض، دي اعراض على حسب كل عضو اللي عنده الحساسيه ايه. الاعضاء اللي ممكن تعرض للحساسيه اشهرها جدا الرئتين، اللي هي معروفه بحساسيه الصدر او الربو، موجود في سن الطفوله، بيظهر من الطفوله او متاخره. بتبقى مريض الحساسيه بيبقى اغلبها وراثه ولا بيبقى نتيجه الجو؟ بالنسبة لنا كحساسية أنف نسبة العامل العادية أولا وراثة ولا؟ هقول لحضرتك، لما نيجي نتكلم عن أسباب الحساسية بنتكلم في حاجة اسمها العوامل المهيئة للحساسية. هما مجموعة عوامل أشهرها وأهمها العوامل الجينية الوراثية. تمام. دي بتمثل لوحديها في الأنف حوالي 50% من العوامل كلها تندرج تحت العوامل الجينية. لما نرجع تاني نقول الاعضاء اللي بيظهر عليها حساسيه والجسم بيعاني من حساسيه فيها، طبعا الانف بعد الرئتين على طول، حتى في اشتراك ما بينهم. نضيف ليها حساسيه الجلد، حساسيه العين، ودي الحاجات المشهوره المتداوله تبع حساسيه. فحساسيه الانف والجيوب الانفيه هي فرع عن حساسيه في الجسم تصيب العضو ده، انما في زي ما قلنا اعضاء تانيه بتظهر عليها مشاكل حساسيه. تمام. دكتور، بالنسبه لنا حساسيه الانف وحساسيه الحنجره، ده طبعا هيكون موضوعنا اساسنا النهارده ان شاء الله. قبل ما نتكلم فيه طبعا هنكون مستنيين تليفوناتكم، تليفوناتكم طبعا تكلمونا، والرسائل هتكون ظاهره قدامكم على الشاشه. واول حاجه هنتكلم فيها بقى طبعا اسباب الحساسيه. ايه هي اسباب حساسيه الانف او الجيوب الانفيه؟ او في فرق الاول بقى حساسيه الانف والجيوب الانفيه؟ هو الانف والجيوب الانفيه كلها متصله بغشاء مخاطي متصل، فالاعراض بتظهر عليهم وبنعتبرها كلها واحده متكامله. لما نيجي نتكلم عن الاسباب عموما بنقول ان الاسباب هي شقين اثنين، بنتكلم عن عوامل مهيئه في الاسباب المهيئه لحدوث حساسيه. ومعنا صوره برضو ممكن نشوفها برضو حساسيه الانف اعرضها عن شويه. اوكي ماشي. نتكلم عن العوامل المهيئه وبعديها العوامل المسببه. دي شويه عن الاعراض اللي هنقولها بعد كده ان شاء الله بالنسبه لحساسيه الانف. دي الاعراض اللي هنعد عليها ان شاء الله. لما نيجي نقول حساسيه الانف ايه العوامل المهيئه ليها، قلنا في الاول ان العوامل الجينيه دي بتمثل حوالي 50% من اسباب الحساسيه، خصوصا فيما يخص حساسيه الانف، ودي بنعبر عليها طبيا بمصطلح اسمه الاتوبي. الاتوبي هو اللي عباره عن، لو قلنا ببساطه العرض عشان نبسطه، نقول ان هو الاستعداد الجيني او الاستعداد الوراثي او القابليه الوراثيه لحدوث تفاعل فرط الحساسيه عند المرضى ذوي القرابه. تمام. يعني المرضى اللي فيهم قرابه كده. هنا يمكن الصوره دي بتبين الانف والجيوب الانفيه، وطبعا نشوف ان هم متصلين مع بعض كوحده او عضو واحد. شايفين الحاجز الانفي اللي في النص اللي بيقسم التجويف الانفي الى ايمن وايسر، وفي كل تجويف فيه القرينات الانفيه او بنسميها الغضاريف الانفيه احيانا، وهم ثلاث قرينات موجودين، ودول بيفيدونا وبيفيدوا الطبيب ان هو يعرف ازاي يشخص ويتاكد من تشخيصه. وهنقول دلوقتي التشخيص ازاي. متصلين بقى بالجيوب الانفيه، سواء الجيوب الانفيه الفكيه او الجيوب الانفيه الغربالية او الغربيه، او تتم مثلا مرحله الحساسيه. الحساسيه بتحصل في الغشاء المخاطي في الانف، تبدا بمؤثر بيجي يحصل تفاعل تظهر اعراض. تمام.
فنكمل بقى الموضوع بتاع الاسباب المهيئه. احنا قلنا العوامل الجينيه، وقلنا يعني ايه القرابه ليها دور في توارث القابليه والاستعداد الوراثي لظهور الحساسيه على المريض. العامل الثاني برضو العامل البيئي اللي هو تغير سواء في درجه حراره الجو او تغير في المناخ او في الرطوبه، درجه الرطوبه، وده اللي بيخلينا احنا مثلا هنا في بلدنا بنعاني بيها او بنشوفها كتير لدرجه رطوبه معينه مميزه. وبرده من العوامل البيئيه الموجوده في مصر عندنا السؤال ده برده اللي هي بتبان برده دي هنقولها دلوقتي مهمه جدا، دي برده العوامل المسببه الخارجيه، العوامل المسببه. برده لازم نقول نكمل في ان الجو او البيئه بما فيها من تلوث سواء المناخ بتاعنا كحراره ورطوبه، تلوث موجود بالاكسده المتصاعده من المصانع وما شابه ذلك، خصوصا تقارب المناطق الصناعيه من المناطق السكنيه، فبيعرض الناس كتير لسلبيات المناطق الصناعيه. بالنسبه للبخور برضه بيسبب حساسيه انف او هيجل الانف، بيعتبر من الحاجات المتطيره. لما نيجي نتكلم عن الاسباب او العوامل المسببه هنقول ان الحاجات اللي هي تندرج تحت الاستنشاق او العوامل الهوائيه يدخل تحتها البخور، اللي ممكن يكون عند السليم ما يعملوش حاجه او مجرد ان هو يعمل عطس او حاجه زي كده، انما عند المريض بيتفاعل معاه بصوره ثانيه خالص. من العوامل المهيئه برضو العوامل الحيويه او الالتهابات المتكرره للجهاز التنفسي العلوي، التهاب متكرر مستمر ده بيهيئ المريض انه يجيله حساسيه. في عامل ثاني عليه برضو جزء وبدا فيه شغل جديد، ان هو العامل اللي بنلاقيه عند الاشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات عصبيه، العامل النفسي. لما ننتقل على الشق الثاني اللي هو العوامل المسببه، وقلنا اشهرها رقم واحد العوامل الجويه، العوامل الجويه بتخش عن طريق الهواء للانف مباشره. طب ازاي العوامل النفسيه بتكون مؤثره حساسيه الانف؟ لان الميكانيزم او الطريقه اللي بيحصل بيها التفاعل الحساسيه بيظهر في الاخر على تغيرات عصبيه وتغيرات في الاوعيه الدمويه وتغيرات في الغدد اللي بتفرز النقاط، وبالتالي كل حاجه من دي بتبقى هي السبب لظهور عرض معين. طب بيبقى فيها علاقه بين حساسيه الانف والصداع؟ الصداع بنعتبره من يعتبر من اسبابه وجود حساسيه في الانف، ولكن بيبقى ليه صفه ان هو مش عنيف زي بقيه الانواع الاخرى من الصداع زي الصداع النصفي او ما شابه ذلك. اغلب الناس بيكون عندهم التهاب جيوب انفيه يبقى لازم يكون عندهم صداع. احنا بنفرق هنا بين التهاب جيوب انفيه وحساسيه الانف. ممكن نقول في حاجه ثالثه كمان، اللي هو المريض اللي عنده حساسيه ويعاني من التهابات، يعني المريض عنده حساسيه مش هيبقى محصن او ممنوع من ان هو يجيله التهابات. طب وليه السبب ان انا مثلا شخص بيبقى عندي التهاب جيوب انفيه ليه بيكون عنده صداع؟ الصداع متلازمه لاي التهابات موجوده في منطقه الراس والرقبه، بمعنى ان التهاب الاذن الوسطى هيتسبب في الصداع، التهاب جيوب انفيه هيتسبب في الصداع، التهاب الاسنان، التهاب او تسوس الاسنان يعني، او التهاب اللثه وتسوس الاسنان، التهاب اللزتين. كان ده زعلت معانا اتصال. استاذ محمود. الو 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 عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا بيكون عندي زكام واجي مثلا انفش يعني جامد شويه على طول الدم عندي فيه سيلان جامد قوي ودايما على الحال ده يعني، فبينصحوني ان انا اخد الفعل اللي هي بتخلي الدم يقف دي، هل دي كويسه ولا دي غلط يعني؟ تمام. طيب شكرا جدا يا استاذ محمود. دي مشكلة نزيف الأنف أو الإفرازات المصاحبة بالدم، إنما في سؤال متصل إن هو قبليها بيعمل إصابة للأنف عن طريق إن هو بينظف مناخيره بعنف شوية، فده بيتسبب في إن الأوردة أو الأوعية الدموية الجدار بتاعها ضعيف شوية، بيحصل فيها إصابة أو بتفتح ويحصل بعديها النزيف أو نقط الدم اللي بتنزل. طبعا النزيف ده موضوع تاني، إنما نقول إن ده لما بيحصل اول حاجه المريض هيعملها ان هو ما يجيليش على الحقن وياخد حقن نظيف. وطبعا ممكن الاعراض السلبيه الحقن او نتيجه استخدامها كتير. لا المشكله في النتيجه المرتبطه بها، من اشهر الاعراض واهم الاخطار بتاعتها ان في انواع منها تتاخد بالحقن العضلي وفي انواع مسموح لها بالحقن الوريدي، لو حصل اختلاف في كده بيحصل مشاكل، زائد ان مش المريض يمكن يغيب عنه او ما يعرفش ان الحاجات دي لازم تتاخد بطريقه معينه وهي شرط الطبيب. لا وطريقه اخدانها نفسه، بمعنى ان هي تتاخد ببطء. تمام. وبيبقى الدكتور او لو في المستشفى الساده الممرضين الزملاء الممرضين بيبقوا عارفين ايه التفاعلات دي بتظهر ازاي وازاي يبتدوا الطبيب يتعامل معاها. يعني ممكن في الحاله دي يزود الحساسيه او يزود النزيف عنده اكتر؟ ممكن يحصل حساسيه منها نفسه. وانواع معينه بتاثر على القلب.
تمام. فبنحاول نخليها دي اخر حاجه وتحت اشراف طبيب. انما اول حاجه ان هو بيحاول ينظف مناخيره بميه، ينظف كويس قوي وينزل اي ضغطات تتكون من النزيف في الانف، ويبدا بعديها خطوات معروفه للتعامل مع النزيف، من اول استخدام نقط لو تحت اشراف طبيب، حشو الانف الموجود واضافه بعض المواد الطبيه او نقط الانف عليها، ونبدا نتعامل مع فشل النزيف. معنا اتصال استاذ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. حضرتك يا دكتور، انا عندي حساسيه في الانف، تمام؟ فالموضوع دوت ممكن يتطور، يعني ممكن يتطور عشان بعد كده يبقى عندي يعني يتحول حساسيه في الصدر وكده، ولا لا يا دكتور؟ مظبوط، تمام. كنا قلنا حساسيه الصدر وحساسيه الانف دول يكادوا يكونوا متقاربين جدا. كلها مسببات لبعض؟ لان العوامل كلها مشتركه، العوامل الجينيه مشتركه، الاستعداد الجيني مش موجود، والعوامل الخارجيه برضه ممكن تكون عوامل خارجيه واحده. جميل. فبنلاقي توافق كتير جدا بينهم، يعني تقريبا بنسبه، يعني هنقول مش نسب محدده دقيقه، نقول ان 80% من مرضى حساسيه الانف هنلاقي عندهم حساسيه صدر، و 40-50% من حساسيه الصدر حكايه الانف برضه. تمام. يعني في اشتراك. طب ازاي يقي نفسه مثلا من حاجه دلوقتي عنده حساسيه انف، ازاي يقي نفسه من حساسيه الصدر؟ معلش، هو نسب يعني مختلف، العكس اللي هي 80% من مرضى حساسيه الصدر عندهم حساسيه الانف، انما مريض حساسيه الانف نسبه 40-50% معاه. تمام، ده صحيح. طب ازاي يقي نفسي بقى انا عندي حساسيه انف، ازاي يقي ان ما يجيليش حساسيه الصدر؟ لا، هو ما فيش هنا جزء ان انا عندي حساسيه في حته فانا هحافظ عليها من الحته الثانيه. اللهم الا لو المريض بيشتكي من حساسيه زي حساسيه الجلد. فيقول لي انا احمي نفسي ازاي من اعراض حساسيه الانف. ده ممكن نتكلم عليه في النقطه بتاعه او الجزء بتاع علاج الحساسيه او حساسيه الانف. الشق العلاجي ليه اقسام. اول جزء فيه الوقائي، اللي هو ان انا ابعد عن المؤثرات اللي او العوامل المسببه لحدوث الحساسيه. تمام. كان في صوره هنا موجوده معروضه حتى طبعا اللي عندنا من شويه، اللي هي من العوامل المسببه برضو لما نتكلم عن الحاجات المستنشقه منها. حبوب النقاح. حبوب النقاح مثلا تيجي تسبب حاجه اسمها هياج في الانف، هياج في الغشاء المخاطي للانف، ويبدا ظهور الاعراض، ومسؤول عن ما يعرف به الحساسيه الموسميه. تمام. اللي بيحصل موسم الحصاد او موسم الربيع بتظهر عليه الحساسيه دي. لو المريض عرف ان هو بيتعب من العوامل دي، يبقى رقم واحد في العلاج البعد عنها، تجنبها. يبقى ده وقاية ان انا ما تحصلش على الاعراض. ماشي. بالنسبة لحاجة اتكلمت عن الاعراض، ندخل فيها بقى اللي هي اعراض الحساسية، نشرحها بالفيديو. ماشي. اوكي. الفيديو نتكلم بقى ايه بداية الاعراض. الاعراض اولا اعراض سهلة جدا ان المريض يعرفها، ولما تلقى على السمع هو الاعراض. يعني هنا بنشوف مثلا اولا ايه اللي هي الانف، الجيوب الانفية كجهاز متصل ببعضه، الجزء الامامي ده اسمه الجيوب الانفية الامامية او الجبهية، والخلفي خالص الوتدية، والجانبيين دول الجيوب الانفية الفكية، وما بينهم الجيوب الانفية حول العين. طبعا دي كلها مع الانف طبعا متصلين بغشاء مخاطي واحد، بنعرف الاعراض او المشاكل الموجودة، يعني الموجودة على السور العليين دي الغربالية. دلوقتي جت الوتدية، الغرف الهوائيه دي كلها متصله ببعضيها مع الانف. طب في حاله التهاب غرفه من الغرف الهوائيه دي، هي بقى بتبقى مشكله الجيوب الانفيه او مشكله حساسيه؟ بنفس زي ما قلنا في حساسيه، وبسبب ان ده جهاز متصل ببعضه، الجيوب الانفيه لما تشتكي سواء بحساسيه او التهابات هنشوفها برضه في الانف. يعني زي ما يكون الانف المرسال اللي هعرف بيه اللي انا مش شايفه بعينيا لما اجي افحص. تمام. فلو كان التهاب هيبان اثاره في الانف، كان حساسيه هيبان اثارها في الانف، واعرف ان دي حساسيه. بالظبط. يعني انا بتبدا منطقه الحساسيه دي فتحات الجيوب الانفيه على الانف. المنطقه دي حساسه جدا، بحيث ان هي لو اتقفلت بضيق او بالتهاب او بارتشاح مائي، بيحصل تجمع خلفي في الجيوب الانفيه اللي هي اللي فيها الاسهم، والافرازات الطبيعيه بتاعت الانف دي بقى اللي بتسبب اللي هي الحدوثات المختلفه كتير دي. تراكمها سهل جدا انه يدخلني في التهابات. انا منعت تصريف الافرازات دي وتحوشت في الجيوب الانفيه، تيجي اي ميكروب عليها، وده بسهوله جدا للتواصل اتصال الانف بالهواء الخارجي، الميكروب يجي على السوائل دي بيحصل الالتهاب. ناخد استاذ سمير ونكمل بقيه الفيديو. الو، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك سمير حسن من القاهره. اتفضل سمير. اهلا وسهلا. مع حاجه يا دكتور؟ انا بتكلم الدكتور في حاجه. انا دلوقتي عندي حساسيه في الجيوب الانفيه، وكنت باخد
خدت ادويه كتير، مفيش حاجه نفعت معايا غير افاماي اللي هو بتاع الجيوب الانفيه. هي مخافات الانف. نعم؟ مخافات الانف. الافاماي ده انا بيحصل عندي عطس جامد لما بشم اي روائح، روائح منظفات او بصمات او اي حاجه. بس هل دلوقتي انا دي مثلا 5 6 سنين ماشي على افاماي يوم ويوم، هل افاماي ده ليه اضرار مثلا ولا مش شايف؟ انا عندي حساسيه صدر على فكره، برضه باخد اللي حسيت الصدر السيريتايد. السيريتايد اللي هي 120. جميل. اللي هي الديسكس. طيب ماشي تمام. ماشي شكرا جزيلا. ماشي تمام. احنا كنا قلنا الارتباط ما بين حساسيه الانف وحساسيه الصدر. والحاجه اللي نعرفها ولازم نعرفها كويس قوي ان علاج والتحكم في حساسيه الانف لو عالجناها وتحكمنا فيها كويس يبقى احنا كده بدأنا نعالج الصدر. عمرنا ما هنعالج حساسيه الصدر دون ما نعالج الانف. الان ببساطه الانف هي المدخل الاول للهواء اللي داخل على الرئتين. لو هيجي يخش بمشاكله بافرازات اللي هي من الاعراض بتاعه الحساسيه ينزل بيها على البلعوم والحنجره والقصب الهوائيه والرئتين، كل ده هيعاني من الافرازات او من الحاجات اللي بتنزل بتضره، سواء كانت افرازات او كانت زياده عليها بكتيريا او ميكروبات. بالنسبه للبخاخ اللي ذكرها متصل، دي احد انواع العلاجات الدوائيه، لان لو قلنا العلاجات هيبقى في علاج دوائي وعلاج مناعي وعلاج جراحي. العلاج الدوائي سواء كان اقراص او بخاخات هو فعلا من البخاخات اللي تعتبر من اهم وانجح العلاجات للحساسيه الانفيه. على طول الانف هي البخاخات دي كلها عباره عن مشتقات للكورتيزون، والكورتيزون يعني حجر الزاويه في علاج امراض المناعه والحساسيه. تمام. ولكن المرضى دايما يقولوا لنا انا هاخد البخاخه. طب الاستخدام المفرط في البخاخه فيها هقول لحضرتك. الكورتيزون سواء كان بيتاخد بطريقه موضعيه اللي هو عن طريق البخاخات بخاخه، وقديما كان عن طريق الحقن واستغنينا عنه بالبخاخات دلوقتي، او في ظروف معينه محدده ممكن اعمله، او عن طريق الاقراص بالفم او الحقن. كل دول كورتيزون اقلهم اعراض، اقلهم مضاعفات جانبيه، احسن في الاستخدام للمريض واسهل ليه مثل الاستخدام هي الموضعيه، فعاليه اكتر، سهوله اكتر، مضاعفات اقل. فهو بيسأل عن بخاخة، البخاخة دي تاخد أنواعها ما بين مرة في اليوم أو مرتين في اليوم على حسب النوع، وأغلبهم بتاخدهم مرتين، رخة واحدة في الفم في الأنف في كل اتجاه في كل ناحية، مرة في اليوم أو مرتين في اليوم. بعض الأثار الجانبية اللي احنا بنشوفها كتير ليها هو حدوث نزيف أحيانا، مش نزيف يتبادر الذهن هو نزيف غزير وكتير، لا، أحيانا بيبقى فيه فرازات مدممة. حاجات بسيطه دي الاعراض المشهوره جدا ليها، السلبيه اللي هي استخدام مفرط ليها. ان احنا بنشوف مرضى ماشيين عليها بالعشرة والعشرين سنه، ماشي عليها من زمان وما فيش مشاكل وارتاح وتعود. يعني في حاجه لازم نقولها، ان حساسيه الانف او عموما لما نيجي نتكلم عن حساسيه ونستثني منها التفاعلات السريعه على حساسيه الادويه، يعني بياخد حقنه يبقى عنده حساسيه منها، كل ما تبقى من اعراض او امراض للحساسيه كلها امراض بسيطه سهله في التشخيص، العرض بتاعها الى حد كبير جدا اسهل من اعراض امراض تانية، علاجها سهل، ويكاد يصل الى ان المريض هو اللي يعني بيحكم او بيوزن العلاج. يعني السؤال الاخير قال انا باخد البخاخه اليوم ولا يعني معاك بس نكمل. استاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي حساسيه في الانف ومش عارف، مش عارفه تروح يعني، واكثر من حد من دكتور قال لي ان الحساسيه ديت مش بتروح، يعني ملهاش علاج يخليها تروح خالص، يعني هي بتبقى علاجها مؤقت وعلاجها الحمايه وكده، ان انا احمي نفسي مثلا من الدخان التراب. فانا عاوز يعني، هو في علاج للحساسيه، علاج يضيع الحساسيه بشكل نهائي في الانف؟ ده بيدخلنا في شق العلاج بالظبط. برضه نكمل معلومات عن يعني عن طبيعه مرض الحساسيه وطبيعه مرض الحساسيه، ان هو النقطه بس احنا ممكن نوصلها بطريقه ان الحساسيه مش زي الالتهاب اللي انا بالعلاجات زي المضادات الحيويه والمسكنات ومضادات الالتهابات اقدر ازيل المرض تماما، ازيل اقضي على الالتهاب تماما. في الحساسيه انا يمكن ما بقدرش اوصل للدرجه دي ان انا ازيل الحساسيه تماما، وان كان نجحنا ببعض انواع العلاجات الحديثه اللي هنوصل لكده. في بعض المشكلات مثلا يعني بعض الشباب طول حياته عنده حساسيه، يروح للدكتور يقول لك الحساسيه عندك بتشتغل بعد 18 سنه او 17 سنه. وبرده مشكله الحساسيه ان انا كل ما اغير جو حساسيه الانف تزيد عليا او تزيد على غيري، فتبقى ايه المشكله هنا؟
دي اعراض حساسيه. انت عارف حسابك دي عندك العامل المهيئ اللي هو التغيرات المناخيه. يعني الدكتور بيربط الحالات دي بربط السن، انت مثلا بعد 19 سنه هتروح. اقول لحضرتك في السن ما قبل الدراسه وسن المدرسه بيبقى فيه احنا قلنا من العوامل المهيئه المناعه القويه، لا الالتهابات المتكرره للجهاز التنفسي العلوي المتكرره ومستمره، دي بتبقى كتيره جدا في مرحله الطفوله في بلادنا وبره برضه، لان كلهم يعني مهما كان الطفل بيخش قبل المدرسه حضانه بيتعامل مع اطفال كتير، باختلاف بقى درجه المناعه واختلاف الوعي الطبي بيحصل تناقل للعدوى من طفل لطفل، يعني المرحله دي بتبقى هي اكتر مرحله عمريه فيها التهابات. وقلنا الالتهابات عامل مهيئ لحدوث الحساسيه، انما بعد كده المناعه بتتغير بتبقى افضل. التزاحم او الوجود في اماكن مزدحمه ما بقاش موجود، الوعي الطبي ان هو بياخد باله يبعد عن الشخص المصاب ده مش موجود عند الطفل او عند الطالب في المدرسه. فهنا كل الاسباب دي بتهيئ ان بتبدا تحسن اعراض حساسيه مع زود المناعه والوعي الطبي ان انا اخد بالي ما احتكش باشخاص مصابين. تمام. بيقول انا ما بتحسدش وبقى فتره كبيره والفتره حول حضرتك. اولا هو لو احنا مشخصين صح وخدنا طول العلاج الصح هيبقى في تحسن مرضي. انا ممكن ما اوصلش لمعالج 100% بس حاضر اوصل لدرجه المريض ما يشتكيش. هي مشكله معاه ممكن تكون معاه في التشخيص. اقول لحضرتك احنا عندنا من العوامل المسببه كاسباب ان الحساسيه تظهر قلنا العدوى البكتيريه، العدوى الميكروبيه سواء كانت ميكروبات او فطريات. ممكن نشرحها تاني على الفيديو اللي كان معانا؟ ماشي اتفضل. ماشي البكتيريا قلنا والفطريات والطفيليات. نيجي بقى للفطريات دي اللي ما بياخدش باله منها المريض واحيانا بيغض الطرف عنها الدكتور المعالج. الالتهاب الفطري من بيبقى ليه صوره خاصه مختلفه عن بقيه الالتهابات او بقيه الحساسيه بسبب البكتيريا. ده اللي مش هيستجيب للطرق التقليديه في العلاج. اذا لو موجود يبقى لازم افكر ان انا اغير طريقه علاجي. اعيد النظر في تشخيصي تاني. تمام؟ زي في حاجه ثانيه لو حصل مضاعفات للحساسيه واشهرها تكوين لحميات انفيه ساعتها العلاج الطبيعي. مشكله اللحميات بس. بعد كده حضرتك. ماشي. اللحميات مش بس هي من الحساسيه، اللحميات ليها اسباب ثانيه، احد اسبابها الحساسيه، يعني في اسباب ثانيه زي الالتهابات المزمنه للجيوب الانفيه، زي المرضى اللي بيتعاطوا الاسبرين بطريقه مفرطه او بعض المرضى اللي عندهم دي اسباب مشكله اللحميات. دي من اسباب اللحميات. انا بقول من اسبابها لان كان قديما كان الاثنين مرتبطين ببعض تماما، كما لو كان اللحميه لا تاتي الا مع مرض حساسيه، لا دلوقتي حساسيه وغير حساسيه. هنتكلم ان اللحميه والحساسيه بتبقى هي صوره من صور المضاعفات. طب اللحميه لها علاقه بالجيوب الانفيه برضو؟ طبعا ما هو اصلا خروج اللحميه بتبقى عن طريق الجيوب الانفيه اللي هي الفتحات اللي حضرتك الفتحات مظبوط بتبقى لا هو مش الفتحات دي، ده المكان اللي بيتسبب تجمع افرازات يحصل عليها التهاب. بالظبط. انما هو ايه اللحميه؟ ده عباره عن تجمع او تضخم في الغشاء المخاطي للانف. الغشاء المخاطي من الانف ده موجود في الجيوب الانفيه وموجود في الانف في النص. تمام؟ فاللي بيحصل ان بيبقى فيه لحميات كمضاعفات لوجود حساسيه انف. اللحميات بتغير نمط العلاج اللي ماشي عليه المريض، بمعنى ان احنا بنبدا نشك ان في مقاومه للعلاج الطبيعي المتعارف عليه، ببدا ابحث عن لحميات الانف سواء افحصها بالمناظير الانفيه وده موضوع كبير جدا يعني يطول شرحه، او اعمل الاشعه المقطعيه اللي بان فيها اللحميه. تمام؟ وصلت كده يبقى انا بعد محاولات دوائيه مثلا انا عندي لحميه بالظبط ابدا انت بقى ابدا اعالجها الاول لو انا ماشي على العلاج او مش ماشي على العلاج قبليها. يعني هل في علاج سابق ولا لا؟ يبقى لا علاج غير مختلف عن حساسيه. احنا قلنا ان هي مضاعفات يعني في الاساس في حساسيه ودي مرحله ثانيه لاحقه ليها. طيب المريض اللي جاي لي بلحميه ده هل كان بياخد علاج؟ انا عارف ان هو لحميه حساسيه. تمام. بالتاريخ المرضي سمعت الاعراض بتاعته، قال لي الاعراض بتاعه الحساسيه، فانا عرفت بنسبه كبيره او انا شخصت كمان وعملت تشخيص خلوي او باختبارات حساسيه عرفت ان اللحميه دي غالبا نسبه كبيره نتيجه حساسيه. طيب المريض ده خد علاج ولا ما خدش؟ لو ده قال لي انا واخد علاجات زي الاستاذ قال انا خدت علاجات كتير ومفيش تحسن. يبقى عندي احتمال ان المريض ده عنده لحميه. طب انا شفتها بالظبط. ممكن العلاجات الكتيره سبب تكون اللحميه اللي هي ضعفتها. العلاجات دي اشهرها الاسبرين بس غالبا ما بيستخدموش مريض حساسيه.
فلو انا مش شايفها في الانف بالمنظار بتاعي او مش شايفها برضه في فتحات الجيوب الانفيه بالمنظار بتاعي، بعمل بعد كده نقطه ثانيه، انتقل خطوه ثانيه، هي الاشعه، لقيتها موجوده والمريض واخد علاج ابدا اقول له ان في حل روحي. ده الحل الاولاني اللي هو الحل الاخر حل ليه، اخر حل ليه، اخر حل ليه. طب احنا قلنا هو خد علاج واستنفذه، خد العلاج وبعد عن مسببات العوامل المسببه وبرضه او مش عارف يبعد عنها مثلا بالزبط. طريقه شغله مش عارف يغيرها. طب الحاله غيرها مثلا بتبقى ازاي او طبيعتها ازاي؟ دي حديثا دي جراحات مناظير الجيوب الانفيه اللي بتستأصل معنا الصوره مثلا ممكن تشرح هي دي. اقول لحضرتك دي الصوره بتاعه المنظار التشخيصي للانف والجيوب الانفيه، هنلاقي فيه يعني احنا شايفين الحاجز الانفي تجمعات والغضاريف الانفيه او القرنيات، وهنلاقي بينهم الفتحات او مخارج او بدايات الجيوب الانفيه اللي بيخرج منها اللحميه اللي مشاور عليها السهم ده، دي لحميه موجوده. دي لحميه دي انا شفتها الاول ازاي؟ شفتها بالمنظار بتاعي او شفتها بالفحص الطبيعي للانف كده، انا عرفت ان في لحميه موجوده بالمنظار. بنفس الصوره دي المنظار اللي متوصل بكاميرا صباحيه، نبدا نسحبها مش بس سحب، احنا بنجيبها من جوه الجيوب الانفيه ومش بنسيب المريض كده، بنفتح او اول خطوه ان انا تخوفات اي تخوفات منها او اي اشاعات منها؟ لا، المناظير دي الانفيه من الجراحات. طب مشكله مثلا بعض الناس يعملوا عمليه الجيوب اللحميه ومع ذلك بترجع لهم تاني، بيبقى ليه السبب؟ او بيبقى في بقايا. احنا عايزين نفصل ما بين لحميه خلف الانف اللي موجوده عند الاطفال ودي ليها نسبه ارتجاع، وما بين لحميات الانف والجيوب الانفيه اللي بنشوفها عند الكبار، عند الكبار نسبه كبيره ونسبه ضعيفه عند الاطفال. كلاهم معرض ان هم يرجع تاني، ولكن مع علاج متكامل قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه ومتابعه المريض متابعات دوريه للطبيب المعالج نقدر نتحكم في تقليل نسبه الارتجاع ده. تمام. والطبيب المعالج او الطبيب الجراح اللي هيشتغل بالمنظار في خطوات ثابته معروفه 1 2 3 انا بعملها، لو اتعملت بدقه وبطريقه صحيحه بتبقى الظروف قليله جدا ان هي ترجع تاني. تمام. طب بالنسبه بقى اخر حاجه او بعد الرسائل طبعا تبقى علاج حساسيه الانف. ايه؟ احنا قلنا ان العلاج ليه كذا جانب وكذا محور. الاولاني العلاج التحفظي او العلاج اللي انا بحافظ على نفسي من اسباب الحساسيه، وخصوصا عند المريض المدرك السبب عنده ايه، يقول لك انا لما اصحى الصبح الهواء البارد فيه اعطس كتير. غير كده انا ما عنديش مشاكل، يبقى هو عارف السبب. واحد تاني يقول لك انا في موسم الربيع بس بتعب. بالظبط اللي هو عارف السبب. البعد عن الاسباب دي بتبقى معروف. البعد عن الاسباب دي خلاص انا كده عالجت. بدات اعالج وخدت خطوه كبيره جدا من العلاج. ان انا لازم اعرف السبب اللي عندي ده بدايه علاج. بالظبط. الجزء الثاني اللي هو او المحور الثاني العلاجات الدوائيه. قلنا اشهرها الكورتيزون سواء كان بالفم او بالحقن او بالبخاخات اللي ذكرت. يجي برضو ده نوع مهم جدا في العلاجات الطبيه اللي هو مضادات الاقراص، مضادات الهستامين. دي اقراص ميزتها ان هي نوع مضادات الهستامين او بالانجلش الانتي هيستامينكس. الانتي هيستامينكس دي كلها من الحاجات اللي مشهوره جدا بفعاليه على اعراض معينه بيشتكي منها المريض، سهله في الاستخدام يعني قرص واحد يوميا. الاعراض الجانبيه بتاعتها قليله بحد كبير جدا، حتى اللي كان بيظهر في نوع ليه اعراض او اخطار كان بيتمنع تداوله. كل الموجوده في مصر، كل الادويه او كل الاقراص المضاده للهستامين في مصر كلها انواع امنه وكلها انواع ما فيش منها مشاكل خالص. تمام. وبتتحكم بنسبه كبيره جدا في الاعراض وبيفتح عليها المريض لو مشي عليها مظبوط. وبعتذر جدا لحضرتك وبعتذر جدا لمشاهدينا، كان معنا اتصالات كتير ورسائل اكتر، بعتذر لما كنتش قدرت ارد على اي حد. وقت حلقتنا مر بسرعه وبكده تكون نهايه مصاف حلقتنا برنامج طبيب على الهوا. كان معنا الدكتور محمد عبد المنعم اللي كان مشرفنا النهارده، وان شاء الله محمد نعمان يا شباب. ولكم منا كل الصحه والجمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.